مرحبا، أنا صار لي أكثر من 35 سنة عم كافح بهيدي الحياة، وما بدي أطلع أعمل هذا الفيديو تحت تالي حسس أنه مسؤولية الناس هي أنها تتحمل حياتي. حياتي أنا مسؤول عنها، ما حدا بيتحمل المسؤولية غيري. ولكن بس حابب بهذا الفيديو وجه ملحوظة صغيرة، يمكن حدا يستفيد، يمكن الجيل الجديد، يمكن ما بعرف، بس حبيت أعمل هذا الفيديو. المهم اللي بدي أقوله أنه الحمد لله كتر خير الله على كل شيء، بس أنا شفت أكثر من 10-12 سنة من حياتي كان فيها ظلم كتير 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 كبير، وما بدي أحكي بالتفاصيل لأنه ما بدي أوجاعي أو همومي أو مشاكلي شاركها مع الناس أو ضايق فيها حدا. ولكن عم بعمل هذا التسجيل بس لحتى يوصل رسالة صغيرة كتير، وهي أنه أنت بهالحياة أوقات بتغير قد ما بتقدر تغير، قد ما بيطلع بإيدك تغير. بس الحقيقة اللي اكتشفته أنا بعد كل هالتناشر سنة من الظلم والقهر والتعب والمكافحة لحتى لي أوصل لشيء أفضل، حقق شيء أفضل، والحمد لله بعدني عم حاول حقق شيء أفضل. ولكن اللي اكتشفته أنه في بهاي الدنيا مثل الفواكه، الظلم له نكهات وطعمات. أنا تركت لبنان وتركت بيروت حبيبة قلبي لحتى لي شوف فرصة أحسن، مثل كل الشباب يلي عم تهاجر ويلي عم تتغرب لحتى لي تلاقي فرصة أحسن. وبشكر الله أول شيء، وطبعا ممنون كتير أنه أنا صحت لي الفرصة. في غير كتير لهلأ ما قادرين يتركوا البلد لأسباب ولظروف هني قادرة فيها. بشكر الله طبعا على أني قدرت طلعت، ولكن الحقيقة اللي حابب أنا أوجهها والرسالة اللي حابب أوجهها من هذا الفيديو باختصار أنه أنت بتكون شايف نوع ظلم معين بحياتك وبتهرب بتكافح له أو بتحاول تغير ل ل ل ل لتهرب إلى الأمام إذا بدنا نسميها، يعني بتكون عم تركض لقدام، بتكون مفكر حالك عم تركض لقدام لتكتشف للأسف أنه في طعمات تانية من الظلم بتبلش أنت تختبرها بهالحياة. وهيدي هي رسالتي، أنه قبل أي قرار بتكون تاخدوه، قبل أي شيء بتكون تعملوه، سأل دروس، دقق بالتفاصيل، شوف هذا الشيء قديش ممكن يناسبك قديش لا. وتحياتي لكل حدا ممكن يتفاعل مع هذا الفيديو أو يشاركه، لأنه هذا الفيديو من القلب بغصة كتير كبيرة بتمنى يوصل للقلب. تحياتي لكم، أحمد العمري.